بداية طيبة جدا للمنتخب العراقي في الاستعداد استرالي 2015، التعادل أمام المنتخب الكويتي في أول مباراة تجريبية للاعبين استعدادا لأستراليا، وأيضا تحت قيادة المدير الفني الجديد المعار الكابتن راضي شنيشل مع جهاز المساعد الكابتن نزار أشرف والكابتن عماد هاشم والسيد غونزالو مدرب اللياقة البدنية الإسباني طبعا، وب تواجد الخبير الكابتن يحيى علوان. تابعنا المباراة يوم أمس والعراق تعادل بهدف لمثله. يونس محمود نسجل له العودة للفريق العراقي بعد الإصابة وغيابه عن الخليج، وأيضا نسجل له ونقدم له كل التهنئة وكل التبريك لأنه حطم الريكور، حطم الرقم القياسي الخاص بعدد المباريات الدولية، وصل إلى المباراة الدولية رقم 127، وبالتالي تفوق على أسطورة كرة القدم العراقية الكابتن حسين سعيد والكابتن أحمد راضي. ويعني كان المفروض يكون ويانا الكابتن يونس محمود عبر التلفون، لكنه الآن هم بتدريبات وكلمته بشكل شخصي. نقل تحيات الجمهور العراقي وبدور نحن نهنيه ونبارك له على هذا الإنجاز، المنتخب العراقي مع الكويت في هذه المباراة وطريق الإعداد المقبل، وأيضا حديث آخر عن مدربينا ومدربي منتخباتنا الوطنية أو منتخبنا الوطني وما ينتظرهم من عمل في التحضير ومن بعدها في أستراليا، كلها راح نتابعها في حلقة اليوم اللي نبديها بهذا التقرير عن مباراة العراق والكويت. نتابع. تعادل إيجابي بهدف لكل فريق هو ما خرج به العراق بملاكه الفني الجديد وذات الشيء للكويت بقيادة نبيل معلول. أحداث لم تشهد تلك الفرص المحققة لكلا المنتخبين، لكنها عرفت في نهاياتها منعطفات مهمة، أولها الطرد الذي تحصل عليه سيف سلمان بعد عرقلة واضحة وبخشونة كبيرة استحق عليها الإنذار الثاني والذي استوجب معه رفع الكارت الأحمر، وثانيها حصول الأزرق الكويتي على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة بيد مهدي كريم. وفي الشوط الثاني حاول الفريق العراقي تدارك وضعه من أجل التعديل، وذلك من خلال التبديلات التي أجراها راضي شنيشل بإشراك أحمد ياسين ومن ثم القائد يونس محمود، والذي لعبت خبرته دورا كبيرا في حصول العراق على ركلة جزاء انبرى لها السفاح وأودعها الشباك في الدقائق الخمس الأخيرة لينجو الأسود من خسارة وشيكة لو حدثت لكانت الثانية على التوالي مع الكويت، لكن حجم الفوائد الفنية ستكون أكبر بكثير للطاقم التدريبي العراقي من النتيجة مهما كانت. إذن أصدقائي، المنتخب العراقي تعادل مع المنتخب الكويتي في أولى التجارب الودية من التجارب الودية الخمسة اللي راح نلعب بيها قبل أستراليا، وبالتأكيد كل نعرف يوم 25 عندنا أوزبكستان، نرجع وياهم يوم 28، يوم 4 عندنا إيران، ويوم بعد مباراة إيران مباراة مع سيدني أولمبيك الأسترالي أحد فرق الدرجة الثانية الأسترالية، طبعا بانتظار انضمام ضيفنا عبر الأقمار الصناعية إن شاء الله من بغداد الحديث عن الوضع الفني للفريق العراقي وهذه التجربة أمام المنتخب الكويتي. ما أعرف شباب إذا اللايف جاهز. طيب، إذن العمل في هذه الفترة يحتاج إلى التروي، إلى الهدوء، وأهم من كل ذلك التركيز، فبالتالي إحنا أمام مهمة كبيرة. بعد قليل راح يكون معنا عبر التلفون أيضا إن شاء الله السيد كامل صغير المشرف على المنتخب الوطني، وهو يحضر تدريبات المنتخب العراقي اللي تجري الآن على ملعب نادي الشعب الإماراتي. وكنا نحب أن يكون معنا الكابتن يونس محمود، كلمته قبل يعني في الباص وهم ذاهبين للتمرين، كان حب أنه يتواجد معنا عبر التلفون، نهنيه بشكل مباشر، لكن التزامه بالتدريبات بالتأكيد أهم.
فبالتالي يقدم له التهنئة لتجاوز الرقم القياسي بعدد المباريات الدولية للمنتخب العراقي، وتجاوز رقم الأسطورتين حسين سعيد وأحمد راضي، وأيضا على مستوى الأهداف يونس محمود يقترب من هذين النجمين الكبيرين. فتهنئة ليونس محمود، وبالتأكيد هو يستحق ما وصل إلى من يعني مكانة كبيرة، جت نتيجة جهود عظيمة بذلها يونس محمود. المنتخبات الوطنية العراقية والمنتخب الوطني العراقي في الطريق إلى أستراليا، مرحلة إعداد البعض يراها جيدة، البعض الآخر يراها متعبة، لكن بالتأكيد خلال هذا التقرير راح نتابع الإعداد للمنتخب العراقي في هذه المرحلة لأستراليا 2015، وبعدها نرجع لكم إن شاء الله. مباريات ودية عديدة في طريق المنتخب العراقي بكرة القدم بين معسكر الإمارات ولقاءاته ووديات استراليا البروفة التحضيرية الأخيرة للأسود، فكيف يمكن للمدرب أن يستفيد منها بشكل كبير؟ وهل سينجح في توظيف اللاعبين بشكل صحيح بما سيسهم في جعلهم منتجين وفعالين أكثر في مراكزهم؟ وهل قادر مدرب لياقة الإسبانيج على رفع المخزون البدني والعمل على حفظه، لا سيما أن الوقت بين الوديات وانطلاق البطولة الآسيوية ليس بالطويل؟ أسئلة كثيرة نضعها على الورق، وستجيب عنها الأيام حول الفترة والإمكانات والعامل النفسي والقدرات ونسيان الماضي وبعض من الإخفاقات، والتفكير فقط في البطولة لا غير، والذهاب إليها بروح الند المنافس وشخصية البطل. إذن إلى بالتحديد إلى الإمارات وإلى سيد كامل صغير عضو الاتحاد العراقي والمشرف على المنتخب الوطني العراقي. بداية سيد كامل، مرحبا بك، الله يعطيكم ألف عافية. جهود كبيرة يعني تبذلوها كاتحاد كرة قدم لتوفير كل شيء لنجاح المنتخب في هذه المرحلة. بداية سيد كامل، طمنا يعني بعد مباراة الأمس أمام المنتخب الكويتي، كيف وضع الفريق العراقي يعني من الناحية النفسية ومن الناحية البدنية؟ تحياتي لك كيفان، وتحية قناتكم الكريمة، وتحية على جهودكم المبذولة من كافة القنوات الشرقية في دعم المنتخب الوطني، وهي ليس بدليلها يعني دليل قاطع. نعم. أنتم من بداية كل المنتخبات ممنون لكم حقيقة. يعني تعرف بعد مباراتنا مع المنتخب الكويتي اللي انتهت بالتعادل، اعتقد 29 لاعب يتنافسون على 23 لاعب، اللي يعني راح تكون قائمة 23 لاعب. نعم. كانت الهمة عالية، المعنويات عالية، يعني اللاعبين أدوا ما عليهم خلال المباراة. تعرف المباراة ما كان يعني بالبداية يعني لاعبين لعبوا جدد لأول مرة يلعبون للمنتخب الوطني مباراة دولية. اعتقد القادم أفضل إن شاء الله مع أوزباكستان. أنا كاتحاد كرة القدم وفرنا ما يحتاجه الكادر الراضي، شنو يشيلوا الكادر المستشارين معاه، كل الأمور اللي رتبناها كاتحاد كرة القدم. طيب سيد كامل، يعني وضع اللاعبين من الناحية البدنية، يعني إصابات، أمورنا طيبة إن شاء الله، الفريق ما يعاني من شيء؟ لا لا لا، لا توجد إصابات لحد هاي. إحنا في أحسن يعني في الملعب راح يطلعون بعد المحاضرة، راح يبدون الوحدة التدريبية من بعد المباراة مع المنتخب الكويتي، راح يبدوها هسه تحت إشراف المدرب اللياقة البرازيلي الإسباني العفو. نعم. أعتقد المعلومات عالية جدا ولا توجد إصابة، والفريق قلت لك 29 لاعب يتنافسون على 23. نعم. لاعب سفرهم إلى أستراليا إلى نهايات آسيا. طيب اليوم يوم أمس الفريق غير مقر إقامته كابتن، ممكن نعرف السبب ليش غيرتوا مقر الإقامة؟ يعني تعرف حقيقة لازم أكون وياك صريح. نعم. الموضوع كان الفريق الكويت مضيفنا 3 أيام. نعم. لكن إحنا يعني دخلنا إلى عجمان، تعرف عجمان منطقة يعني بعيدة شوية عن الـ 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 الأمور كلها، خاطر في سبيل أن يكمل المعسكر. نعم. يعني لا تكون هناك فد أمور شوشرة لو غير شيء من هال، يعني خاطر الفريق يكون مستقل وتكون. طيب. الفندق هذا السبب نقلنا مقر الإقامة، فندق يعني أعتقد 5 نجوم، وأعتقد هم مرتاحين به.
ايضا يعني على المستوى الفني يعني قعدت ويا الكابتن راضي شنيشيل، شنو كان رايه باداء الفريق باول مباراه، يعني مباراه الكويت والتعادل، كيف كان تقييم الفني او الجهاز الفني بشكل عام تقييمهم لاداء لاعبينا بهذه المباراه؟ يعني هو الرجل والمستشارين البارحه يعني الاخوان معاه كانوا مقتنعين في اداء اللاعبين، لكن اراد ان يشرك اكثر، ردنا المباراه ان تكون مفتوحه خاطر يشرك اكثر المتواجدين، لكن حددت بست لاعبين وست لاعبين لعبهم ان شاء الله امام الازواج الساعه راح تلعب مجموعه جديده، خاطر كل واحد ياخذ حتى ولا واحد يعني يقول لك انا باكر انا ما لعبت انا ما بس اتدربت، خاطر الجمهور ينظر والمدرب ينظر على اللاعب لمباراه تعرفيه المحك الرئيسي للاعب. زين سيد كامل، ما تشوف انه يعني تجربه، احنا راح نلعب 5 مباريات، راح يجرب بالمباراه الاولى ومن المباراه الثانيه ويمكن بالمباراه الثالثه، يعني برايك انت ما تقعد ويا الكابتن مثلا راضي الشيشي تتحدثون عن انه الاستقرار مهم بالتشكيله، ثبات اللاعبين مهم، بدت عند الكابتن راضي الشيشي يعني شوي تتوضح صوره التشكيل الاساسي للفريق؟ يعني هو في باله يعني هسه في باله يعني هو مخلي النقاط على الحروف وفي لاعبين في باله نعين، لكن تعرف ما يريد يقول لك انا ما اريد اي لاعب لازم انا ما يكون ان شاء الله مظلوم امامي، يعني اخليه انطيه فرصة أن يلعب ويمارس المباراتين المتبقية والمباراة الثالثة على مود خاطر يطلع 23 لاعب سبب حق اللاعبين كلهم جميعا. مباراتي يعني أوزبكستان تمام بمواعيدها، كل الأمور طيبة، توقيتات مضبوطة، ما يعني ما الحمد تغيير. لله الحمد لله كل الأمور طيبة، وإحنا هسه اليوم بنتدرب على نادي الشعب اللي راح تقام المباراة عليه مع الفريق الأوزبكي، اعتقد الامور جيده جدا ان شاء الله، الله يوفقنا ويوفق جميع العراق ان شاء الله. طيب الفريق الاوزبكستاني يعني بالتاكيد من الفرق القويه جدا، فبالتالي يعني الكابتن راضي شنيشي الوضع في حساباته يعني قوه المباراه، تطبيق الامور الفنيه، تواجد اللاعبين من الناحيه النفسيه والبدنيه ان شاء الله كله حاضر على افضل ما يكون. يعني جهزها، وهسه كانت محاضره الى مع اللاعبين والسيد رئيس الاتحاد كان متواجد، فاعتقد الامور كلها شارحه وعنده اقراص على كل الفرق، حتى الفريق الاردني والفريق الفلسطيني والفريق الياباني، فاعتقد يستعمل هاي الامور في سبيل ان يخلي النقاط على الحروف، والمحاضرات يعني محاضره صباحيه ومحاضره مسائيه قبل التدريب. سيد كامل، بديتوا يعني تدرسون الفرق المنافسه لنا، المنتخب الاردني، المنتخب الفلسطيني، يعني شو المنتخب الفلسطيني غامض بالنسبه لنا، ايضا المنتخب الياباني، كجهاز فني يعني وفرتوا لهم انتم كاتحاد اشرطه مباريات متابعات لهذه الفرق الثلاثه؟ نعم، حتى لعبات الاردن واوزباكستان اللي انتهت 2-1 الفريق الاوزبكي، يعني عملنا ناخذ القرص، موجود عندنا القرص دراسه خاصه على الفريق الاردني، عندنا اوليات على الفريق الاردني، عندنا الكابتن اوليات على الفريق الاردني، لكن مثل ما تعرف الفريق الفلسطيني فريق غامض، فريق اكثر من لاعب محترف في اوروبا، اعتقد الفريق الفلسطيني ان شاء الله نحصل على الاقراص مالته ونتعامل بها ان شاء الله. سيد كامل، ولا ازعجناك، بس احنا نحب يعني نوصل للناس كل الفكره وكل المعلومات للجمهور على وضع الفريق، اللاعبين المحترفين اكتملوا كلهم، اكو بعد لاعبين راح يجون، يعني مواعيد وصولهم يعني بس عندنا ياسر قاسم وعلي عدنان، يوم 26 راح يكون التحاقم مع الفريق، كل اللاعبين جاهزين، ماكو عندنا اي هذا، بس علي عدنان ياسر قاسم راح يلتقون يوم 26 ان شاء الله. الامور طيبه من ناحيه يعني النقل، الروحه الجايه، اللاعبين، التجهيزات، كل الامور ان شاء الله. احنا تعرف كل الامور وفرناها، ما خلينا شيء ما وفرناه لهم في سبيل نجاح المهمه، بعد يعني خضنا تجربه مريره في بطوله خليج 22، اعتقد كل الامور جهزناها للاعبين وللكادر التدريبي، ما يحتاج الكادر على قريبين عليه ابتداء من رئيس الاتحاد والاخوان اعضاء الاتحاد المتواجدين. السيد كامل صغير المشرف على المنتخب الوطني العراقي، طبعا كل الشكر الجزيل لحضرتك، ويعني ممنونين منك، بارك الله بكم بكل جهودكم الكبيره اللي تبذلوها في سبيل انه تكون هناك يعني تحضيرات مثاليه واستعدادات طيبه للفريق العراقي لان يخوض نهائيات اسيا والظهور ب يعني بافضل صوره ممكنه. احنا باسيا يعني خلينا نكون صريحين،
رغم انه احنا نحلم باللقب، نحلم بالكاس اللي صار ب 2007 خلانا طماعين، لكن ايضا الواقع الحال صعب جدا، وما تمر به كرة القدم العراقية بشكل خاص والعراق بشكل عام يعني خلينا شوية احنا متشائمين من ناحية تحقيق اللقب، ويبدو الامر صعب. الفرق اللي امامنا فرق الصف الاول بآسيا، واللي مع الاسف احنا لازم نعترف احنا